اوه الغريب في الامر الخوت ان هذا البحر هذا غادي نهبط نغطس لتحت في هذيك البلاصه. ها واحد الاشاره في الكريستينا غادي نشوفوها واش غادي تطلع ولا ما غاديش تطلع في هذا الجبل اللي صعيب بزاف. الحمد لله صداع. اشرف مقلب لي راسه مع رجليه مريقلة. دابا غادي نهبطو نمشيو نقلبو غنشوفو الا لقينا شي حاجة تكون واعرة ان شاء الله. غنضرب من راس ديال البحر حتى الراس ديال البحر. ديما كنحاولو نقلبو على الجديد. وهذه هي الدار ديال هاد الصديق اللي خلانا نريحو فيها شوية. الله يجازيه بخير ونتمناو لأي واحد بحال هاد الدار هادي ان شاء الله تانا مكرهتش تكون عندي بحال هاد الدار. ان شاء الله بإذن الله غادي ندير حسن من هاد الدار هادي بالمجهودات وبالجري والخدمة. ضروري الإنسان خاصو يخدم ما يبقاش ناعس. كل شيء تيجي بالمجهود والخدمة. التوكل على الله. واحد الصديق وأشرف صدمنا في هذا الصباح هذا. بدينا كنضربوا في الحلوى والحرشة وعاد الأشرف قال لي راني نجيب لكم الفطور. اش فيه الفطور؟ فيه البايض. قال لي واش فقتو؟ انا غنجيب لكم الفطور. سير حنا كم فطرة. يا ويلك. يا سناني ماشي. كاين شي مشكل. خليت ليه بلاصتو وخليت واحد 30%. شي باقي؟ ها هو الفطور ديال بصح. البيض فرماج. ها تمشي جاب لينا تبارك الله. جاب لينا الخبز ديال الدار. الله يخلف عليه. عم نشت شحال الفرماج انا دابا غنفطر الاطفال دوز ديال الفطور اللي خليت ليه واحد 30% في الكريشه غنعمرها ان شاء الله. انا خليت 70%. خليت 70% الدقيق تي عارفو غيجي. قاول ابني قال لك راه كنحشم من الكاميرا ما قدرتش ندير معكم. خذوا راحتكم. غادي نمشي دابا ندير لا ديتيكسيون بكاشف المعادن في هذه البلاصه هذه اللي واعره واعره بزاف. وقديمه كيجيو ليها الناس بزاف في الصيف ولكن دابا في الشتاء ما كيجي لها حتى شي واحد كتكون خاويه. هذاك الشيء اللي كيكون في الصيف غادي نقلبوا عليه دابا الا لقينا شي حاجه غادي نشاركوها معاكم. كما كتشوفوا معنا هنا هذا البحر هذا ديال المناطق ديال الناظور الحسيمه ما كيكونش عنده الماء ديال الجزر من غير المريات الكبار. ما تيكونش الماء ديال الجزر يعني ما كيهربش بزاف وما كيدفعش بزاف. تيكون الماء ديال الجزر صغير ما كبيرش بزاف مقارنه مع المحيط الاطلسي كيكون فيه المد طويل والجزر طويل. هذا هو الفرق بيناتهم. هاي شي إشارة هنايا إشارة رائعة. واو اللونة خطيرة الدونة ديال الصيد. اول حصيله جميله هي هاد الدونة هادي تقالة ديال الصيد اللي كيصيدوا بها. الشكل ديالها فشكال عاد تضرب شي واحد الله يستر هادي طلونسيها عليه على راسه. خايبه شي علاش الناس اللي كيصيدوا خاصهم يكونوا بعاد على الناس اللي تيعوموا في البحر. إشارة هنايا قرطاسة. واو قرطاسة قديمة هذه مخزة. ثاني حصيلة هي قرطاسة الأولى الدونة والثانية قرطاسة. يا سلام شو على حجره كي دايره سبحان الله على شكل قلب. اللون ديالها واعر واعر بزاف وهاد البلاصه كلها فيها حجر زوين. فهاد البلاصه هادي واو هاد الحجره هادي غادي نديها معايا غندير كما درت في التارغه. فاش مشيت للتارغه بقيت كنجمع في الحجر حتى وليت ثقيل. دابا غادي ندي معايا هادي
الإشارة هنا يا أخو. نزرب قبل ما يجي لنا. أوه. 10 دراهم ولكن غير صالح للأكل. يعني تكالس. أنا الخوت 10 دراهم. يا سلام. ولكن قديمة مبقاتش خدامة. تحفرات. شايفين شي حاجة بخير. اوه هاي كاين اهل هاي هنا انظروا انظروا انها 5 دراهم هاي شي حاجه هنا اوه 10 دراهم بقى نقيه يا سلام البلاصه الخوت فيها ما يدار الصراحه كنظن ما كتقلبش واحد الاشاره يلا دوينا عليه الخوت ها اشاره اخرى ها هي هاي هنا قلب شويه لا تكون شي حاجه ماضيه تضربني خاتم خوت خاتم ديال النقره في هذه البلاصه ديال التازغين 925 دخل عند خوتك غيكون اكبر تحدي انني غادي نطلع كريستينا فوق الجبل الى طلعت غادي تنجح معايا كريستينا وتولي واحد العضو من قناه رحله غوص دابا يلا نكملوا التبقشيشه ديالنا كما كتشوفوا معايا البلاصه اللي جيت نقلب هي هذه فيها حجر شويه كبير يعني البلاصه اللي تيكون فيها بحال هذا الحجر كبير كيكون البياس الكبير بحال الخواتم والسناسل والقرميطات واي حاجه ثقيله كتبقى مع هذا الحجر اللي ثقيل مقارنه مع داك الحجر اللي خفيف الزرار اللي صغير بحال هكا كيكون كاين دابا لتحت ما غادي نلقاو فيه والو ولكن غنديروا محاوله وغادي نقلبوا نديروا حنا بحال ما عارفينش هذا الشيء غادي نهبطوا غادي نقلبوا نشوفوا واش غنلقاو شي حاجه البلاصه كما كتشوفوا معايا الرجل ديالي الا حطيتها كتهبط يعني الا كانت شي بياسه ثقيله غتهبط لتحت ما غتلقاهاش الفوق غدا ان شاء الله الا صفى الماء وطاح غادي نهبط نغطس لتحت في هذيك البلاصه الا كان الحجر اللي ثقيل ضروري غنلقى فيه ان شاء الله شي بياس اللي غيكون زوين سواء الذهب سواء النقراس سواء اي حاجه اللي كطيح للناس في هذه البلاصه هذه واو شوف 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 شوفوا معايا شوف خوت خاتم ديال الذهب
خاتم واعر الخوت، غتكون شي حجره خطيره هذه. واو تبارك الله مخلط، ها هو الصفر هنايا وهنا البيض، ما عرفتش واش ذهب بلاتين وقال الذهب البيض هذا ومسلل. يا ربي تكون شي دياموندا. شكرا يا تازغين، شكرا شكرا يا تازغين. جيتي عندي؟ اه مرحبا بك. الله يبارك. لقيت شي بياسات ولقيت واحد الحاجه ما كنتش كنتوقع انني غنلقاها. شنو نوريه ولا ما نوريهش؟ تعال نشوف. هاو اه عايشي هنا؟ خطير اخويا. شو كيدير شو؟ اللهم بارك. ما كنتش كنظن انني غادي نلقى هاد الخاتم في هاد البلاصه هادي. ترى كيجي هو الكور هنا يا رب حطها. دابا هذا وراه ها هو مطبوع هنا واحد الطبعه. ولكن بانت لي البيوضه في الجناب، والغريب في الامر انه ما مات ما والو، يعني راه من الصيف كانوا كيعموا الناس هنايا ما تخسر ما حتى شي حاجه. ها هو فيه البيض هنا، بيض وهنا صفر، هنا صفر، يعني بحال قلتي الذهب البيض مخلط مع الذهب الصفر. ولكن هاد الحجره هذه اللي خاصني نشوف ديالاش واش عاديه ولا شي حاجه زوينه. هاد الحجره هذه دخلات لي الشك ومعها واحد الحجيرات هما هنا في الجنب. هما والله لا في طبعه هي. واه واش غيكون ذهب غير مزيان؟ الا كان ذهب بيض غنبيعو نقسمو انا وياك. مزيانه ها الله مزيانه ها الله صافي اقلب معاك. اشرف ضحك هو اشرف ضحك والله لا مزيان. اشو زهري انا القسم اللي كنقسم معاك وتضحك ياك. ولكن هاني غنقسم مع اشرف راه جاي معايا من المحمدي اللي لقيته نقسم معاه. حتى لهنا نكونوا سالينا الفيديو ديالنا، نتمنى الفيديو يعجبكم ونتمنى هادشي اللي لقيناه يعجبكم حتى هو، ونتمنى هاد المنطقه هي تعجبكم. ولكن راه الصراحه الخوت هاد الجمال ديال هاد الطبيعه هادي راه كينسيك في كلشي. دابا الخوت غادي نشوفوا الحصيله النهائيه اللي لقينا في هاد البلاصه وغادي نشاركوها معاكم. بقاو معنا. اول حاجه لقيناها هي هاد الحجره هادي، كانت زوينه زوينه ولكن ملي نشفات ما بقاش زوينه. غندير لها بحال هكا. لقينا هاد اللدونه هادي هاد التقاله، فكرتني بشي حاجه اللي فكرته بشي حاجه يقول لي فاش فكرته ما عرفتش. المهم فكرتني بشي حاجه. ولقينا هاد القرطاسه هادي خاويه، لقينا هاد الصريف هذا. غادي نشوفوا الفلوس اللي غادي يصالحوا لينا باش اننا غادي نتغداو بهم ونشوفوا شحال هي القيمه ديالو. اللي ما صالحاش غادي انيليوها نحيدوها بحال هاد 10 دراهم هادي ما خداماش. عندنا سيدي كلشي هنا صالح با صالح. هاد الدرهم هادي شويه ممسوحه نديروها هنايا نطرفوها جانبا. عندنا هادو تما غيبقاو غير كوليكسيون، هذاك الشيء قديم. عندنا هاد الجدريال هادي موكوله من هنا، وهذا الشيء كله اللي بقى غادي ناخذو به. نسيت واحد 10 دراهم. هاد 10 دراهم ما عرفتش فين هي. ال 10 دراهم هاي مع الحصيله الزوينه، هاي ال 10 دراهم. اجي نحسبوا هاد البركه هادي واش نشوفوا واش تغدينا ولا ما تغديناش. عندنا 5 دراهم، 10 دراهم، عندنا 10 دراهم اخرى هي 20 درهم، هاي 20 درهم. وهادو الدراهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 دراهم و20 درهم هي 30 درهم، 32 درهم، 33 درهم، 34 35 درهم، 4 ريال 20 سنتيم. لقينا 35 درهم هي اللي غادي نتغداو بها في هذه البلاصه هذه، يعني دبرنا على الصريف. ومن غير الغداء كاين واحد الغداء اللي هو كبير بزاف غنقسمو انا واشرف، خاتم ديال الذهب الابيض لقيته في هذه المنطقه اللي ما كنتش كنتوقع انني غادي نلقاه فيها. هاو اشرف نقسموه هكا بالمنشار. ها يبقى سوال لا نبيعوه، نبيعوه نقسم الفلوس. ها هو الخوت خاتم ديال البلاتين، في طبعه ها هي الطبعه طبعا الداخل. خاتم خطير لي شي قاوريه هذا. ها هو ولقينا هذا الخاتم هذا اللي رائع، حتى هو ديال النقره 925
حتى هنا نكونوا سالين الفيديو ديالنا في هذه المنطقه الرائعه اللي عجبتني بزاف صراحه، ودينا منها واحد الحصيله اللي هي زوينه زوينه بزاف. كون كنا نبقاو هنا يوميا كون دينا شي حصيله غتكون مزيانه صراحه. ولكن الخوت مازال كاين ما يتشاف، غادي نوريكم بلايص اخرى اللي غيكونوا واعرين واعرين بزاف، مازال جيل جديد من غير هادشي ديال لا ديتيكسيون. والفيديو اللي جاي الخوت غادي نطلعوا من هذا الجبل اللي هو كبير بزاف بزاف، اللي هبطنا منه بواحد الصعوبه، وغادي نطلعوا بكريستينا منه، وغيكون واحد التحدي كبير لكريستينا. غادي نشوفوها واش غادي تطلع ولا ما غاديش تطلع في هذا الجبل اللي صعيب بزاف. تحياتي لكم، نشوفكم في فيديو اخر احسن من هذا، الى اللقاء.